واحنا عنها مش غايبين، عنها مش غايبين. وحتى واحنا عم بنموت بنموت عرب. هاي الارض عربيه وحتى النون لا سفير. اطلع برا يا حقير، اطلع دم سفير يا فلسطين، بنروحك يا اردن بنروح بالدم. حق العوده مقدس، حق العوده اوباما. اسمع اسمع، شعب العربي مين؟ وبالعروبه بالتحديد، وبالعروبه بتستنون الحريه حتى النون العربي. طبعا الوقفه كان انه احنا بنطالب انه الغرب او خصوصا امريكا طبعا هي المدبره لكل الامور، وهي اللي بدها طبعا تقضي على قضيه فلسطين. فطبعا احنا متواجدين اليوم لنقول لعدم طمس القضيه الفلسطينيه، وان الاردن ليس وطنا بديلا لاحد. ثالث شغله احنا بنحكيها كمان من وقفتنا، انه هي امريكا واسرائيل الان بتسعى لعمل شرق اوسط جديد.